المعلومات المؤكدة 4 صواريخ جاءت من جهة البحر، يرجح بشكل كبير بأنها إسرائيلية وليست أمريكية، لأنها لا تريد أمريكا أن تدخل في إطار حرب المطارات مع الإيرانيين، وخصوصا بأن هناك توتر ما بين ضفتي الفرات. أيضا هناك الانفجارات أو استهداف شاحنات الأسلحة بشكل مباشر داخل حرم مطار حلب الدولي وخارج مطار حلب من الجهة الغربية. نعم، أذكر فقط بما تقول سيد رامي، 4 صواريخ استهدفت هذا المطار داخله وفي محيط هذا المطار، يرجح أنها إسرائيلية وليست أمريكية بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان بحسبك سيد رامي، واستهدفت سلاحا إيرانيا كان داخل هذا المطار ما أحدث هذه الانفجارات.